الرحمن الرحيم. هنسجل النهاردة كيس جديدة نشوفها مع بعض كده، إن شاء الله تكون كيس مفيدة. دي 6 عندها 70 سنة، جاية بتشتكي بأبدومينال بين وفوميتينج، وشاكين في انتستاينال أوبستراكشن. هنبتدي السكرولينج كده ونشوف. طبعا زي ما قلنا أورجان بيزد، أدي الليفر، يعني شوية فاتي، وبعدين ننزل شوية كمان نبص نلاقي فيه mild central intrahepatic biliary radical dilatation، خفيف قوي زي هنا كده. وبعدين لما ننزل كمان مش شايفين هوموجينس، مفيش focal lesion ولا حاجة. خلصنا الليفر، نرجع تاني نشوف الباقي. هنا مثلا تيجي بان جت في وشنا الجول بلادر، thick walled edematous enhancing wall. لو ركزنا شوية فيها يمكن نلاقي ان فيها شوية نقط سودة، ولو بصينا برضو شوية كده يمكن فيها جرافلز صغيرين، النقط البيضة دي مش واضحة قوي في 100%، لكن يعني احتمال. وبعدين لما ننزل تاني بقى نشوف بقية الحاجات. ادي عندنا مثلا البنكرياس كويس، البورتال فين كويس، السبلين كويس، ادي الكيدنز فيها سمول سيس صغيرين مهمش فيهم مشكله. هنا بقى شايفين ان السمول باول كلها ديستندد خالص، ديستندد خالص. فاذا احنا عندنا دلوقتي السؤال في اي انتستاين اوبستراكشن ودور السي تي في ايه. اول دور السي تي في حالات الانسان الاوبستراكشن 4 حاجات. اول حاجه كونفيرم هل هي فعلا سمول باول اوبستراكشن او لارج باول اوبستراكشن ولا لا. تاني حاجه ايه الليفل اوف اوبستراكشن، فين السده واقفه فين. تالت حاجه ايه الكوز اوف اوبستراكشن. رابع حاجه هل في كومبليكيشنز حصلت ولا لا، زي بيرفوريشن، زي فري اير، باول اسكيميا، الحاجات دي. طيب بالنسبه للوضع اللي احنا فيه دلوقتي، هل فعلا في انتستاينال اوبستراكشن ولا لا. احنا عندنا قاعده الانتستاينال اوبستراكشن ان الباول لوبس بتبقى ديستندد اكتر من 3 سنتي او 2.5 سنتي في السمول باول، اكتر من 6 سنتي لللارج باول، او اكتر من 9 سنتي للسيكم بالذات، بيسموها 3 6 9 رول. فيبقى اول حاجه ان احنا نشوف هل دي فعلا باثولوجيكالي دايليتد ولا لا. تاني حاجه وجود الاير فلويد ليفلز، هم دول التشخيص الانتستاينال اوبستراكشن. احنا هنا شايفين ان الباول ديستندد، ولو قسنا اي واحد فيهم، يعني مثلا لو جينا هنا عند اي باول لوب وشوفنا الديامتر بتاعها كام، زي مثلا دي كام او 3 وشوية. طيب ننزل تاني تحت كده ونشوف يعني باول تانية، باول لوب تانية، اهي برضو 4. اذا فعلا في باثولوجيكالي ديستندد سمول باول. هل في اير فلويد ليفل؟ في، بس قليلين الحقيقة. ليه قليلين؟ لان احنا لسه في الايرلي ستيج شوي، يعني ادي في اير فلويد ليفل، ادي اير فلويد ليفل، حاجات صغيره. ليه؟ احنا في الاول بتبقى السمول باول مليانه بالفلويد، وبعد شويه بيحصل ابزوربشن للفلويد، وتبقى بعديها البكتيريا تكون جاز وكده، يبتدي الاير فلويد ليفل يكتر واحده واحده بالتدريج. دلوقتي احنا لسه ايرلي شويه، لكن ديستندد باول، لا ديستندد باول سمول باول لوبس وذ فيو سمول اير فلويد ليفلز، يبقى العيان ده اوبستراكت. ادي السؤال الاول. السؤال الثاني فين الليفل اوف اوبستراكشن؟ عشان نعرف الليفل اوف اوبستراكشن نمشي من بروكسيمال تو ديستال، او من ديستال تو بروكسيمال، او نمشي بالطريقتين لحد ما نتقابل في منطقه في النص ونعرف فين الترانزيشنال زون او ترانزيشن بوينت. يعني هنا مثلا من بروكسيمال لديستال نمشي من الاستومك، حتى الاستومك ديستندد، نمشي بعديها ادي الديودينم ديستندد، ادي لحد الديودينم اهو معدى الميد لاين الثيرد بارت لحد ما وصل الجيجنال لوبس كلها ديستندد. وبعدين لما ننزل تحت كده نكمل في البلفس، ده كمان البلفس فيه لوبس ديستندد، غالبا دي بتبقى اليا لوبس. اذا شكلنا كده كل السمول باول. طب اللارج باول، اللارج باول ممكن نجيبه بقى من عند الريكتم، من الديستال للبروكسيمال. ادي الريكتم، كملوا معاه. ادي السيجمويد اهو، ما هوش ديستندد خالص. نكمل معاه السيجمويد، مش ديستندد خالص خالص. ادي بقيه السيجمويد اهو، ماشي اهو، ماشي اهو. ادي السيجمويد، بعد كده خلاص بقينا في الديسندنج كون. بنلاحظ ان في
multiple divertically اهو زي دي كده مثلا في الكولون. ده simple colonic divertical disease of the colon. بدل مش حواليها inflammation, مش حواليها collection, مش حواليها fat stranding, يبقى دي simple divertical disease مش diverticulitis ولا اي complicated يعني. دلوقتي نكمل معاه. ادي كده الترانسفيرز كولون اهو, برضو ادي ترانسفيرز كولون بقيته اهو مكمل, وبرضو في دايفرتيكلي, وبرضو هنا ادي بقيه كله ده مش ديستندد. طيب لحد ما وصلنا للهيباتيك فليكشر اهو, بعد كده يكمل ادي ادي بقيه الترانسفيرز كولون اهو مكمل, بعد كده خلاص برضو مش ديستندد لحد ما وصلنا لده. اذا كل الكولون ما هوش ديستندد وكل السمول باول ديستندد. فين الاليوسيكال فالف؟ بنعرفه بالفات اللي موجود عنده ده قريب منه ده, يبقى ده منطقه الاليوسيكال فالف. وادي الاليوم داخل وبرده ديستندد, ادي الاليوم داخل فيه وبرده ديستندد. اذا احنا عندنا كومبليت سمول باول اوبستراكشن الجيجنال والاليال لوبس داون تو الترانزيشن زون عند حته الايه الاليوسيكال فالف, اما الكولون ما هوش ديستندد. طيب ده السؤال الثاني, ايه الكوز اوف اوبستراكشن؟ ايه اللي عامل هنا عند التيرمينال اليوم؟ ساعات ممكن مثلا يكون كرونز, بس في الكرونز هنلاقي ان في ستريكشر وسيكند باور سيكند تيرمينال اليوم, هنا ما فيش الكلام ده. طيب ايه بقى في ساين تاني كمان في الحاله دي؟ قول لنا فين الليفل اوف اوبستراكشن ويسهل علينا شويه. بصوا على كل الباول لوبس نلاقيها كلها فلويد فيلد باول لوبس, وشويه صغيرين فيهم اير فلويد ليفلز صغيره, ما عدا التيرمينال اليوم نبص نلاقي مليان سمول اير لوكيولز مديه منظر شبه منظر الفيسز اللي بيبقى موجود في اللارج باول. ده بنسميه سمول باول فيسز ساين, وده معناه ان الاوبستراكشن بعد الحته دي على طول, يعني هو بيحصل جاست بروكسيمال تو ذا ليفل اوف اوبستراكشن. اذا ده دليل تاني ان الكوز اوف اوبستراكشن عند التيرمينال اليوم قبل الاليوسيكال فالف على طول. طيب نبص كده ممكن ما نلاقيش حاجه, ويبقى ساعتها ممكن يكون الكوز مثلا حاجه زي ادهيجنز ان ما تبانش بالسيتي. لكن احنا هنا شايفين حاجه جوه التيرمينال اليوم, حاجه فينتلي دنس وشكل زي ما شكلها زي ما تكون راوندد كده, وزي ما تكون عامله شويه فوكال بلج كده في الـ في الـ في الوول في اليوم. تمام, يبقى نفكر في حاجه في هذا الهيستوري. لازم نفكر على طول في حاجه اسمها ايه, جول بلادر إليس, جولستون إليس, أنا آسف, جولستون إليس. الجولستون إليس هي دي الحالة بتاعتنا النهاردة, وهنشوفها أحسن بقى في الكورونال. بصوا آدي الكورونال, آدي السمول باول فيس ساين أهو أهو أهو, وشوفوا بقى هنا آدي الراوند الدنسيتي اللي أنا بقولها لكم. دي الراوند الدنسيتي دي عبارة عن الجولستون نفسها اللي وصلت لحد هنا وقفلت بقى السمول باول ومش عارفه تعدي من الاليوسيكال فالف, فعملت الانساينال اوبستراكشن. ايه اللي حصل وخلى الجول بلادر ستون تنزل من الجول بلادر لحد ما توصل لهنا؟ انه بيحصل فيستولا. العينه دي في الغالب عندها كرونيك كالكولار كوليسيستايتس, كل شويه تجيلها اتاكس في كوليسيستايتس, وفي الغالب عندهم بيبقى لارج ستون 2 3 سنتي زي في حالتنا دي كده. واللارج ستون دي عماله تعمل بريشر ايروجن على الوول بتاع الجول بلادر, واحده في واحده في واحده يبتدي يحصل الايروجن, ومع الايروجن دلوقتي يحصل ايروجن كمان في الديودينال وول اللي هو اقرب باول لوب ليها, ويحصل بعد كده فيستولس كوميونيكيشن ما بين الجول بلادر وما بين الديودينم. بعد شويه ممكن الاستونه الكبيره دي تروح نطه وداخله في الديودينم وتلف مع السمول باول وتقف في اي حته تعمل انتستاينال اوبستراكشن. والموست كومن سايت انها تقف فيها وتعمل انتستاينال اوبستراكشن هو الحته بتاعت التيرمينال اليوم دي قبل الاليوسيكال فالف, لان الاليوسيكال فالف هو اضيق حته بتمر فيها فمش عارفه تعدي منه. لكن ممكن تقف في البروكسيمال اليوم او في الجيجينم, وممكن تقف في الديودينم وتعمل سندروم شبيه قوي بالجولستون إلياس بس ليه اسم تاني, عايزكوا بقى انتوا اللي تدوروا عليه, وده الهوم ورك بتاع النهارده وتكتبوه لي في الكومنتس. تمام, دلوقتي ادي المنظر. الجولستون إلياس ده ممكن يتشخص بالبلين راديوجرافي, ممكن يتشخص بالالترا ساوند, وممكن يتشخص كمان بالسي تي. بالبلين راديوجرافي مشهوره بحاجه اسمها ريجلرز ترياد. الريجلرز ترياد ده بيتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا نشوف الكالسيفيك جولستون نفسها, غالبا بتبقى موجوده في الرايت اليك فصه لانها ده مكان التيرمينال اليوم. ثاني حاجه ان احنا نشوف سمول باول اوبستراكشن. ثالث حاجه ان احنا نشوف الايروبيليا.
طبعا للأسف التريات ده ما بيبقاش موجود غير في من حوالي 10 ل 20% فقط من الحالات، لأن أغلب الجول بلادر ستونز بتبقى كوليسترول ستونز فيها عالي وما بتبانش بالبلين راديوجرافي، ما بتبقاش كالسيفايد كفاية إنها تبان، حتى بالسي تي ممكن ما تبانش برضو ككالسيفايد، فبتبان أحيانا فينتلي كالسيفايد زي كده وممكن ما تبانش إنها كالسيفايد خالص، ممكن عشان كده ما نعرفش نشوفها أصلا. وعشان كده في أغلب حالات السمول باول أوبستراكشن أو سسبكتد باول أوبستراكشن بنعمل السي تي من غير اورال كونتراست، علشان كمان اولا هو هيبقى دايليوتد جدا بالسمول باول فلويد، فمش حي مش هيبان قوي، ثانيا لانه ممكن يخبي على حاجات زي الايه زي الجول ستون ايليس اللي احنا عندنا دي، ان هيغطي عليها بالكونتراست البوزيتيف كونتراست اللي موجود، فبنعملها باي في كونتراست بس من غير اورال كونتراست في حالات الباول اوبستراكشن في الغالب اغلب حالاته. تمام. طيب بيتشخص ممكن كمان بالسونار، في اغلب الحالات بنلاقي ان الجول بلادر بقت شرينكينج جدا، شرينكت خالص وما فيهاش يعني احيانا كمان بالسونار ما نعرفش نشوفها، لان بيبقى احيانا جواها هواء فتبقى عامله زي الباول مش شايفينها خالص الجول بلادر. بالسي تي برضو ممكن تكون يا اما مليانه هواء، ممكن تكون مليانه ميه، ممكن تكون مليانه صبغه. مليانه هواء لو هي الديودينم في هواء راح داخل الهواء من الفيستولا، ممكن تكون مليانه ميه زي حالتنا دي علشان هي كل الباول لوبس عباره عن ديستندد ويز فلويد. ممكن تكون لو هو العيان ده شرب صبغه، الصبغه تروح عن طريق الكوميونيكيشن دي من طريق الفيستولا دي وتملى الجول بلادر، فكل ده ممكن نشوفه. الايروبيليا مش بتبقى موجوده كتير، لكن ممكن نلاقي مينيمال دايلاتيشن زي في حالتنا دي. الجول ستون نفسها ممكن نشوفها زي ما قلنا كالسيفايد او لا، والسمول باول اوبستراكشن هو يمكن ده الموست كونستنت فيتشر في الترياد. الحاله دي كمان فيها حاجه ظريفه في اغلب الاحوال، ان احنا ما بنبقاش قادرين نشوف الفيستولا دايركت، بس بنبقى عارفين ان اكيد حصل فيستولا من الجول بلادر للديودينام، والا ما كناش شفنا الاير جواها او ما كناش شفنا الستونه نفسها نزلت في السمول باول. في الحاله دي انا هوريكم الفيستولا نفسها باينه حلو ازاي. بصوا على الجول بلادر وول اهو، وجنبيها الديودينم اهو، شايفين الكوميونيكيشن ده ادي الديودينم وادي الجول بلادر وادي هنا في كوميونيكيشن ما بينهم، هوريها لكم كمان في الكورونال يمكن واضحه اكتر شويه. اهي شايفين الوول هنا، ادي الوول بتاع الجول بلادر، استنوا هكبرها لكم شويه هنا كده، اهي ادي الوول بتاع الجول بلادر وادي في ديفكت في الوول وادي الديودينم وادي الفيستلس كوميونيكيشن واصله ما بين دي ودي. فدي حاله ظريفه ان فيها كمان قادرين نقول الفيستلا، وممكن نقول نقيس الديفكت ده ونقول الديفكت بتاع الفيستلا قد كذا ملي، وده بيساعد برضو السيرجن طبعا ان هو العيان في الغالب ده بيدخل يعني يعمل عمليه يشيل الستونه وعشان يفك يعني السمول باول اوبستراكشن وبيقفل الفيستلا، وفي الغالب كمان يعمل الايه كوليسيستيكتومي بالمره. دي الحالة. طبعا الحالة دي كمان السؤال الرابع بقى، احنا كده قلنا خلاص ان فعلا في باول اوبستراكشن، ان هو كمان الليفل اوف اوبستراكشن على التيرمينال ايليوم، وان السبب ان في جولستون ايليس و و و، وبعدين ما فيهاش كومبليكيشنز، ما فيش اير، ما فيش نيوماتوزز انتستينالس. لو عايزين نتاكد من الاير بنقلب الويندو للانج ويندو، ده احسن حاجة تخلينا نقدر نتاكد ان ما فيش باول اير في الباول ولا فري اير زي هنا كده مثلا، نروح قلبينها لانج ويند. وبعدين لما بنخلص بقى وعايزين نشوف الـ يعني بقيه الاورجنز، نشوف بقى زي ما قلنا بقيه الماينور فايندنجز بقى الدايفرتيكولار ديزيز وغيره، ونشوف اللانج ويندو اللانج بيزز نشوفها باللانج ويندو كويس برضو. بعد كده ممكن بنشوف البون بالذات في الساجيتال. انا بقول لكم طريقه يعني ان احنا نتفرج على السي تي ابدومن عامه، مش في الحاله دي يعني ان احنا لازم ايه نشوف السي تي ابدومن عامه ازاي. احنا كده نبقى خلصنا الحاله. يعني عايزكم برضو لو حد عنده اي سؤال يبعتهولي او يكتبه في الكومنتس، واي فيدباك او اي كومنت نسمعه ونستفاد كلنا. واشكركم جزيلا على متابعتكم، وان شاء الله معنا في كيس جديده. السلام عليكم ورحمه الله.